السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت بهذا الفيديو تاع لي ساندويتش هادو اقتصاديين، من الخبز حتى لافارس اللي لداخل. دي ساندويتش بنان بزاف بزاف وما فيهمش حاجة كبيرة، ني لحم ني والو، غير فرماج وأوملات وبطاطا. بصح يجو بزاف بنان ما تشبعوهمش، نتمنى يعجبوكم ومشاهدة طيبة. نبداو ديريكتومون بالمقادير. عندي كيلة تاع سميد رطب وكيلة تاع فرينة. انا درت 300 غرام سميد رطب هذا كامل و 300 غرام فرينة، غربلتهم مع بعض وضفت مغرفة صغيرة تاع ملح وثلاثة مغارف تاع زيت الزيتون. تحبي ديري زيت عادي ديري، انا درت زيت الزيتون. وتخلطي مليح مليح المقادير مع بعض وتبداي تشمخي العجينة بالماء، ماء عادي من حنفية من الغوبيني. تبداي تلمدي في العجينة تاعك، راكي تعجني غير بالعقل، ما تطريهاش بزاف وما تخليهاش يابسة. هاي اللي تلميها كيما راني لميتها هكذا، ومن بعد تشمخي غير شوية يدك وتعجني مدة 10 دقائق. ولا عندك بيتخان ديريها في البيتخان، انا عجنتها باليد باش تشوفوا كيف راني نديرها. من بعد حطيتها في طابلة وراني نعجن فيها هكذا غير شوية حتى تولي العجينة ليس، مدة 10 دقائق هكذاك. يدك تشمخيها غير شوية ما تطريهاش بزاف. هاي اللي كيفاش ولات العجينة رطبة، ولات مليحة بيان. من بعد دهنت البلاطو بالزيت وراني نقطع في العجينة كويرات. انا درتهم كويرات مويان، بصح كيما تحبي ديري، تحبي تصغري صغري. هاي اللي كيفاش راني نبوليها، نكورها ونحطهم في البلاطو اللي فيهم الزيت، ودهنتها بالزيت من الفوق كيما شغل ديري المسمن، وتغطيها بورق شفاف وتخليها ترتاح. ترتاح مدة نص ساعة، قد ما ترتاح تجيك سهلة باش تحليها. وتحطي الزيت قدامك وتبداي تحلي هكذا كيما راكي تشاهدي. من بعد كملتها بالحلال ودرت الطاجين تاعي يسخن، تحليها مليح رقيقة، تحليها ماهيش رقيقة بزاف، مليح رقيقة ماهيش خشينة. من بعد تديها تديتها طيب على نار مويان، نار متوسطة هاي ليك، وكل خطرة تقلبيها ما تخليهاش حتى تطيب كامل باش تجي خفيفة هكذا. تطيب غير بالعقل وتقلبيها. بعد ما تصيبيها طابت شوية نحيها، تقعد شوية خضرة خطرة راح تعودي لها طياب. هاي ليك كيفاش تطيب نص طياب. من بعد كسرت، بديت لوملات، درت 6 حبات بيض كسرتهم في بول وحطيت هاد الخضر المشكلة، طوماطيش، بصل، واش عندك زيتون حار، انا درت حار، وانتي ديري واش عندك. قطعتهم قطع صغيرة وتخلطي كامل المقادير مع بعض. درت فرماج، شوية فرماج ابيض والمعدنوس وملح وفلفل كحل، وتخلطي كامل وانتي ديري واش حبيتي الخضر. خلطتهم وراني درت شوية زيت في مقلاة صغيرة، سخنتها مليح مليح ودرت خبيزات تاع لوملات باش يجوني ساهلين من بعد كي نقطعهم. وقلبتها نقلبهم كي طيب من التحت، نقلبها بالطبسي باش تجيني سهلة، عفوا. من بعد زدت قليتها من التحت حتى طابت، بعد حطيت قداميها وليك الخبز. بعد عفوا كي طيبي الخبز غطيه، كي تكوني طيبي فيه غطيه بمنديلة ناشفة، بطرشونة ناشفة نقية، باش الخبز تاعك يطرى. نحط الخبزه الاولى وحطيت لها مايونيز اللي كنت خدمتها من قبل، مايونيز منزليه تجي بزاف بنينه بلا موتارد والقارص وصفر البيض. دهنت باللا موتارد ودرت ورقه تاع شلاضه سلطه خضراء، وحطيت نص تاع خبزه تاع هذيك الاومليت. من بعد ضفت شويه كميه تاع جبن ابيض وشويه تاع لي فخيت اللي كنت قليتهم من قبل، وفرماج تاع لي ساندويتش، وتلوي كيما راني نلويت. لويها بيان هكذا كيما راكي تشاهدي، كي شغل بوراك. هاي ليك الثانيه، الخبزه الثانيه.
درت مايونيز، سلطه سلاد فيرت مع الاومليت تاع لي ليغوم، بطاطا اون فخيت، فروماج، وزدت فروماج تاع لي ساندويتش، وتطويها هكذا على كيما البوراكه. من بعد سخنت مليح الطاجين تاعي وراني نحطهم باش نزيد نطيبهم نحمرهم كاع من لي كوتي. ولا عندك بانينيير ديري في لابانينيير، يجو دي ساندويتش ما شاء الله بزاف بنان، ويجو بنة روعة، بدون لحم بدون طعم بدون والو، غير فرماج، واقتصاديين بزاف. ملاح تمديهم لولادك يدوهم ليكول ولا ليك الخدمة. نتمنى هاد لاغوسيط عجبتكم، تعملوها وتنجحوا فيها، وإلى اللقاء، مع السلامة. فيديو جاية، مع السلامة.